كما مرحبا لما محلاها مع السادة المشاهدين. بعد ما تفرجتوا في ولاد مفيدة نتقابلوا بعضنا في حلقة جديدة من حكاية رمضان. نرحب كالعادة بوسيم ميغالو. بايا الزردي مرحبا، صح شيرتك بيوتا، صح شيرتك يا أمون، صح شيرتك يا طارق بعلوش، زيد المكي صح شيرتك، خولة سليماني، حنان الشجراني نحول مرحبا. شوية ساعة شباب شباب لحظة ما ننساش بيبليك ساعة النار نار نار في العادة وما تنساش دي جي وايز يحضر معنا ابتداء من الليلة مرحبا وايز. الحلقة نتاع اليوم باش تكون حلقة نار 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 وفيها دار 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 جوستومون دار 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 للربح اس بلس 2 هايله يا خوله هكا ولا بس هذا نجم تربح معنا الاس بلس 2 ممتاز مزيان برشا نجم يكون لك انت سومو اكثر من 300 مليون تبعه دي كيما دار بالاس ام اس على 85 811 ويني قال لا حبيت خاطر برشا الاولاد انا وحشمين منك خويا امين مني انا باش تو باش ننظروا في اللبسه نتاعك خويا امين الله الله نبداو بالحربوشه الفياجرا اللي لابسها عندك العش نتاع الكنال واللي غادي هذاك وهذه يا خويا امين راهي مش كرافات ثابته راهي هذه جوست هكا والله اسمع شو ايش اقول لك حاجه صدقني مالا توندونس على الاخر توندونس على الاخر مالا خويا امشي لدبي وبرا شوف ما هذه في تونس من بعد نقول لك انا ما راح اتد مرقه لوبيا لا ما يفهمش في اللعبه صح مع جوج قرديح يا ذي يا خويا في بالك ولا ايوا على جوج قرديح هذيك ريتها في الافلام رد بالك مانيش عليه راه ولا هنا راه رد بالك باهي تصفيق على عليك قاعد تفرج فيه في الشهر العسل عليك تصفيق على رملة باهي عليه برشا قال فترة عاد ما يجيبش يتفرج عليه لا عليه شو عاد الصباح يا ودي سايبون جا ربي سايبون هذا البرنامج عائلي سايبون بالحق وفيها حكاية رمضان صحيح فما حكاية تحكيت جوست قبل رمضان وحكاية مزيانة برشا وان شاء الله زوزا حكاياتي تحكيو في رمضان بين لي روتور هذا عندي صغير اما زيدون انت جاك تليفون اليوم والله جاني تليفون صباح من عند امينه ستاف راحت مع 8:30 معناتها قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زيد قالت لي انا في الله كانوا حنان عاملين ابتداج وكل حسبي الله ونعم الوكيل قالوا لي ايجا ايجا وكل راه اليوم نهار طويل قلت لهم ليه انا ما نتبعش الفطار انا نحب نقول لهم حاجه هذا بنتي عزيزتي انتم كبار عاتي ربي ترجعوا لربي وترجعونا انا اذا معناتها الكبار هكا الصغار كيفاش باش نكونوا؟ قلت لهم شواطن في رمضان يتشدوا اي باس صدقني ولا شواطن كنت تشدوا كان واحد كان زيد مكي التيم اللي من غادي اللي مصلي على النبي حاجه شو محلاهم اللي كيف علينا محلاهم على احنا نشكر احنا نحبوا بعضنا احنا نحبوا بعضنا نحبوا بعضنا احنا او لالي او لالا نحن نحبوا بعضنا قلت لكم فما حكايتين من حكايه رمضان ان شاء الله يتحكيوا بين ذهاب واياب لم وطفل من ميت شو تو قلت لك تو الممات ممات ما تغشتش والام تغش مال ام امه واحنا اللي قالوا واحنا شنو؟ اسمعني اللي قالوا فما حكايتين ما احلاهم باش نحكي لك عليهم نتاكد الشيخ عليهم انت وزياد وطارق وانا والساده المشاهدين وخاصة فئة من الجمهور الرياضي بصفة عامة وجمهور تونسي كل فرحانة فما حكايتين بين اللي وروتور إن شاء الله يتحكيوا حكايتين في رمضان مزيانين برشا نحكيوا على ماتش ليجوند ممتاز عدي حارس مرمى عملاق اسمه معز بن شريفية يحضر معنا الليلة معز بن شريفية برشا زوزة طرح في باريس ثانية وفي الترجي الذي توسع قبل باش نرجعوا من بعد نحكيوا على طرح خويا يتقرى طرح ممتاز والفجعة زاد هذيك الكورة انت في بالك انت في بالك معز مازال كي جا من سيدي الحلفاوي كان يكوي 93 دقيقة شبيك
هذيك اللي على البار بار 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 على البار وقبل رمضان معناها حاجه قبل رمضان يا دير الحمد لله الحمد لله ومحليك خويا معز ونورتنا وشرفتنا وشرفت العائله الكرويه الكل كابتن خالد خلي الراجل يتكلم العائله الكرويه خويا مرحبا يا صاحبي يعطيكم الصحه و مرسي بوكو يعطيك الصحة خويا نفطرنا صاي فرحة بيا ديجا نحسن زوجين خويا ميرسي على الانفيتاسيون وديجا الجماعة وخاين الكل معناتها ديما نتفرجوا فيهم كل شيء سيرتو ثلاثة العصابة هذوما يعرفوا واحد ونحن عجبينا احنا لا هما يتفرجوا فيهم لا يتفرجوا فيهم انت شنو ديما كنا رجال لا لا انتم في الحق ديما رجالة ايش بينا احنا علاش بينا احنا سامحني هو ما قالش خاصة العصابة اش بها العصابة ثلاثة هو ثلاثة ثلاثة اي ثلاثة تتفرجوا شنو نعملوا مشكلة على العصابة مش مشكلة نفس الكلام اسمعوا هذايا مليح بالليل البنات اللي يحبوا ليسبيرونس اون جينيرال واللي يحبوا الكرة يحبوا معز بن شفيه بالليل ماذا بيه يصفقوا ولا عايشوا هما كاع شو مدخلك تمشي؟ لا لا سي بو سي بو مطبوع مطبوع من وزنه هو سي بو معذور معذور هو صفق قال البنات اللي يحبوا بدي يعمل هكا لا براسك هكا عنده نفس سير في وزنه طق طق مكشخ هو يستناونا يا ميغال والله ليه والله والله ما حليه والله لا معلم صاحبي معلم بلا تصفيقه كبيره برشا ليها والله باهي البارح كنا طرحنا سؤال معز نحن تم بعد نرجع نحكي كوره بخليك معنا في جونا في الامبيونس نتاعنا على برشا دي جو باش نلعبوهم ببعضنا فما برشا صرافك باش تعطيهم تم بعد نشوفوا شكون وي وي جو سوي سيريو على الاخر سبونسوريزي بالصرافه تشوف من بعد حاجه هي على الجو الخدود ومشدودين بشيتي البارح سالنا الاولاد واللي خشمه مركب بشيتي البارح سالنا شنو هو حكم استخدام البارفان والمكياج والدونتيفريز في رمضان مع الشيخ حموده اللي استقبلوه بحذانا تو سويت الشيخ حموده مرحبا مرحبا شيخ صحة شريبتك مرحبا صحة شريبتك يا شيخ البارح البارح قصيتوا عليه برشا دونك اليوم خليه يحكي نعم ومن بعد جامع التراويح راهو فوالا صحة شريبتك يعطيك الصحة عايشك يا شيخ تغل ركزوا معايا قاعد انا ما بدورش بيا اليوم حتى مرتي قالت لي قالت لي حتى من الشيخ لقى فيك برشا الحمد لله مش عم ناول مع البرقاوي فرحنا والبرقاوي يفطر ولا هذيك تفطر هاي نبدا واش نبدا المكياج فيو اللي هو ما يتاكلش ما يدخلش المعده فما عنده حتى علاقه بصحه الصيام فما يستعملوا كل المرطب نتاع الشفاه ما يلزمش زاد هذاك يبلعوا لسان ياكلوا ولا حاجه فوالا كاكاو ولا غيره ذاك سينو تولي فطرت العطر البارفان فما زوز انواع فما قوي وفما الخفيف الخفيف اللي هو مزيل العرق هذاك معناها فوالا ديودورون وغيره يلزم الواحد تكون ريحته باهيه مش معقول زاده يطلع في التاكسي جماعي الروائح زاده لا اختار من بلاتو نحكيو على كار ومترو نحكيو على ناس شميت ريحتي بعد المشرك مو تدوش عاد تدوش وتعمل معجون الاسنان شيخ معجون الاسنان فوالا بعلوش بعلوش الاسنان بعلوش الاسنان بعلوش الصباح بسمو يا اخي قالت له عاش ولدي برا مشي اغسل سنيك قال لها معجون الاسنان يفطر قالت له ريحه فمك هي اللي تفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيك السواك هذا اللي كان اللي توا يعوضوا معجون الاسنان وقال لولا اني اخاف على امتي ان اشق عليها لامرتهم بسواكي في كل صلاه معناها معجون الاسنان يكفي انك تحاول انك ما تبلعش كي تغسل سنيك اكاهو اما تنظيف الاسنان من السنه النبي صلى الله عليه وسلم سويك والا اي حاجه تؤدي الى تنظيف الاسنان لانه مهم جدا نحافظ على صحتنا وبرشا امراض موجوده في السنين والتسوس وغيرها هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بالسواك حتى الإمام مالك يقول لك حتى قبل شقال الفتر تقعد تحك سنيك معناها ما فيش إشكال ما يقلقش هذا هو يكفي أنك تحاول كي تبدأ تحك في سنيك
ما تعديش حاجه هكا سي تو سينو معجون الاسنان نحاولوا نلخصوا نلخصوا معجون الاسنان والبارفان والمكياج ما يفطروش ماذا الفطفاق شويه ولا خفيفه شويه ولا خفيفه دونك هذا فيما يخص اليوم كان عنده واحد فيهم سؤال دونك ناخذ المساله نتاعهم سينو باه ميغالو ريتو يكتب من قبيله برامو في قصيده ولا يصور مع لا لا نكتب فيهم باش نكتبهم لا لا باش نكتبهم باش نبعث لهم دو ميساج من بعد باش فما فما الناس معناها تبدا صايمه وتستعمل الحنه اسكو تفطر ولا ما تفطرش فما واحد كيما زياد مثلا يعمل زيت زيتونه في شعره مثلا بالخل انا الجيل تعمل الجيل مثلا قالوا يعمل الجيل اسكو يفطر الجيل ولا لا ما يفطرش الزيت ما يفطرش اللي ياكل ولا يشرب عن سهو اسكو يكمل صيامه ولا يتسمى فطر هذا السؤال اللي جاوبنا عليه غدوه الشيخ حموده يعطيك الصحه يا شيخ بارك الله فيك تصيحه كبيره برشا على الشيخ كذلك اكثر اكثر من اكثر اللي يتعبوا في رمضان حسب رايكم شكون؟ النساء اللي طيبوا ايوي النساء اللي طيبوا اللي يتعبوا بنحب تحيه كبيره برشا للنساء اللي طيبوا لناتنا اللي تاعبين في الكوزينه خاطر رمضان النساء نتاعنا راهم يتعبوا برشا دونك برشا تعب هذاك علاش يلزمنا كيفاه؟ اميتكم ونسيكم بيان سور قلت اميتنا ونسيكم 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 تعرف كيفاه؟ اسمع عرفش لخص النساء اللي تدخل الكوزينه صحيح فما نساء ما تدخلش الكوزينه يعني دونك هذاك علاش دونك النساء تدخل الكوزينه اخترتني في الريستورون اليوم انسان تدخل الكوجينة وتتعب هذاك علاش يلزمنا نعاونوهم وندلوهم وفيه باش كان ساعه ساعه تغسل معون انت خويا مسيو بلاصه المدام شوي صحيح راه ما فيش تطيح من قيمتك اون طونك راجل معناتها اللي يعاون مرته في الدار راه ما يسماش ولا الناس يقعدش بيه يعاون ماشي مشكل يقضيو في الدار وي دونك تقف معاه في الكوجينة ولا حتى دلالها بعد شقان فتره مثلا تخرجها تشرب حويزه تشرب قهوه مزيانه من بعد حاجه باهيه برشا كان لزم مريره تخرجها تعشى لبرا ما فيها باس تكون حاجه مزيانه هكا ولا امينة؟ ايش نقول لك من غير ما تخرجها انت تخرج من غير ما تخرجها انت المراه لازمها تدل روحها وحدها تخرج خرجها راجلها ولا ما خرجهاش لا لا نحكيو مع راجلها مع راجلها حتى لو كان راجلها ما حبش يخرجها تخرج وحدها تدلل روحها وحدها وي هي صحيتها انا بيرسونيلمون فما بلاصه نحبها برشا بلاصه نشيخ عليها برشا بلاصة مزيانة على الاخر هزنا لها وبراسي خاطرني نحب البلاصة هذيا حبيت جو بارتاج معناتها البلاصة هذيا معاكم انتوما معناتها انا ديما وين نمشي لها نلقى سيرفيس مزيان على الاخر تبدا بالاف عندك الحق تبدا بالاف دونك ما تقولهم سامحوا نقول لكم عليها انا هي دونك تمشي لها مع مرتك تمشي لها مع صغيرات تبدل فيها الجو بالرسمي وفيها ديجا برشا برشا من صحابك اللي تنجم تراهم غاديك دونك حاجه مزيانه على الاخر تنجم تلقى فيه الريستورون تشق فترك فيه تنجم حتى تقعد تعمل قهيوه غاديكا ومتاكد لي القهيوه باش تعجبكم برشا غاديكا واسمعوني باش نلعبوا لعبه دونك مانيش باش نقول لكم اسم البلاصه امينه هكا عطاتكم انديس انتم حاولوا تطلعوا معناتها وين البلاصه هذي نجيبكم باي ولا لا قول لهم انو كومبوزي مثلا لا اعطيني حسب رايك قول لي مثلا اسالني اي سؤال ميغان نقول لك اي ولا البلاصه هذيك ولا اسمها ولا حاجه فلاك فلاك اي موجوده فلاك ولا دو لي بيتزا فيها فيها دي بيتزا كريب شوكولا مزيانة وبنينة فيها كريب شوكولا مزيانة وبنينة فيها جاتوات مزيانين فيها دي جاتو مزيانين على فيها شقان فترة فيها تسكي فيها شقان فترة أكل فيها الباتيسيري خبز والفازات فيها دي باتيسيري مزيانين على الأخر فيها شيش فيها شيش الأسماك والفروي د مال موجودة موجودة الأسماك والفروي د مال في الفطار معناتها تديش في الفطار مش موجود اي موجود فيها اي ميك شنو هي البلاصه هذه اللي تعمل في ظهر الكل بالله قبل ما نقول لك البلاصه هذه شنو هي اللي فيها كل شيء نقول لك راه فيها حتى ماكله تونسيه بنينه على الاخر تحبوا تعرفوا الاجابه شوفوا الفيتير دونك حاجه مزيانه على الاخر قايتوا الادريسه عندكم تلقاو الشيخات هذوما كل غادي واللي سالتوني عليه انتوما الكل وتلقاوه موجود غاديك وانا عندي لكم سيربريز لاولاد الله يخليك هيله على الاخر استقبلوا بعدنا مسيو كونتان اه يا وينو دونك اللي هو لو شيف دو فريدريك كاسيل نستقبلوا بعدنا مرحبا صحة شريبتك صحة شريبتك اي شيك ميرسي سي جونتي تري كونتون مسيو كونتان صحة اي لوفيو كونتون دابور مسيو كونتان سي جونتي ميرسي سي ان بون اكويل وي دونك الوغ فريدريك كاسيل سي اون غوند انسيني ماتنون Effectivement, c'est une marque française de haute pâtisserie à l'international et nous sommes implantés en Tunisie depuis 2 ans pour vous faire découvrir, le fin palais français et vous faire découvrir ça en Tunisie et évidemment proposer également des produits tunisiens comme le bègla,
Quoi? Effectivement, effectivement. On l'a associé dans un macaron avec de la cannelle. Donc concernant le degla, on va en parler tout à l'heure. Oui, oui, de donc préférence. On va laisser ça pour tout à l'heure parce que vous avez une surprise pour nous. Exactement. Oh. Exactement. Maintenant la surprise ou un... Tawa Tawa. Tawa Tawa. Tawa Tawa. Tawa Tawa. Juste l'arbre d'abarque. حل صندوق فريدريك كاسل باش تتخلى نهائيا والى الابد على Macron, c'est le président de la France. Exactement. Non, c'est lui. Macron, c'est son cousin. Oh oui, il y a une ressemblance. C'est son cousin. En tout cas, c'est français, quoi. Oui, c'est français. Je france bien, je te rifle, donc. Alors, c'est français, ça. Effectivement, effectivement, c'est une création d'un chef français, maintenant qui est reconnu à l'international. Le macaron est très diversifié de par ses goûts et ses textures. Et justement, on l'adapte un petit peu au gré des saisons et aux produits qu'on peut trouver dans les pays où on voyage. Donc c'est pour ça que pendant Ramadan, on a voulu faire cette boîte spécifique ramadanesque. Voilà, elle est en édition limitée. En plus, ça fait un joli cadeau. Voilà, effectivement, elle est en vente à la boutique spécifiquement pour ce mois de Ramadan. Très beau. Et là, vous pouvez voir le macaron à la date, il est là, date et cannelle. Lequel? Voilà, le c'est le blanc rayé marron, pour rappeler la couleur. Ah, c'est ça. On peut goûter? Non, ouais, ah, mais bien ça. Sûr, c'est non, pas non, carton. Non, c'est interdit. Hein. C'est pas carton. On peut goûter après la révolution. C'est ça, non? Il demande est-ce qu'il peut goûter ça avant non, la révolution. Non, il y a des... C'est très délicieux, quoi. Ah, ouais. C'est très délicieux. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? Dis la vérité, c'est toi. Non, c'est... On a la quatre vérités. C'est vraiment un travail d'équipe. Bravo. Ah oui, c'est un travail. Voilà, bravo. À chaque fois où il y a un travail d'équipe, c'est une partie gagnée. Pour en revenir au macaron, donc cette boîte est en vente exclusivement chez Frédéric Cassel en édition limitée pour le mois de Ramadan. Et pour passer également un agréable Ramadan, nous faisons le menu iftar. Et suite à ça, suite au menu, vous pouvez venir également déguster une petite chicha avec des gâteaux. Nous ferons également, également des gâteaux tunisiens. Voilà, tout est fait maison. Et depuis peu, nous sommes mis à faire du pain. Donc Frédéric Cassel, c'est plus seulement une pâtisserie à Tunis, c'est également une pâtisserie et boulangerie. Voilà, nous avons divers pains. C'est ça, une boulangerie. Boulangerie, quoi. Couche. J'ai rien compris. Voilà. Il va faire la traduction en arabe, en tunisien, en migal, tout ça. C'est Google Translate. Vous pouvez me dire pour que migal puisse traduire après. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il reste? Quel qui reste? Il reste la brique. Ah, brique, il brique. Le brique, il est délicieux, il veut dire. Non, non, voilà, voilà. Le brique, il est magnifique, il vous a dit. Il a déjà goûté. C'est fruits de mer et thon. Kulchay, poulet. Et on en passe. Vas-y, Badouch. Si vous avez un mekla arabi, je viens. Mekla arabi. La cuisine traditionnelle tunisienne, quoi. Oui, non, on fait la cuisine. Vive la cuisine tunisienne. Ouais. Vive la femme tunisienne. Ouais. Vive la France. Ouais. Vive. Ok, Cassius. Comment tu as le nez? Je suis à Zeus. Mais la Alfa Zabalouch. Entrée brique. Merci. Barchadlin.
Merci Quentin. Voilà. Avec plaisir. C'était pour vous, c'était un petit cadeau pour vous montrer qu'on ne fait pas que de la cuisine ou de la pâtisserie française. Également, nous avons une cuisine raffinée tunisienne. Pour, ah, voilà, pour satisfaire un petit peu toute notre clientèle. Et surtout pour ce mois-ci. Oui, خاصة في الشهر الفضيل. هاي ميغال ترجمنا فاش كان يقول كونتان؟ يقول زعباطة باليز. لا باليز. لا باليز. لا باليز. كي. سي بون. لا إيل سون إن تران دو دير نامبورت كوا. لا لا بالحق. أه فريمون. قال يا شيخ في تونس وعامل جو. قول وين الملح أمين. يقول هذاك وسيم. إي فوز أدي تو تي بون، أنا تو كومبري، سي فريمون ديليسيو. Surtout le macaron, jusqu'au macaron. Le brick aussi, il est super bon. Elle est enceinte, le brick. Il a compris, voilà. C'est ça le défi, quoi. Je vous le conseille, si on met le hack français. دونك ادخل للباج فيسبوك نتاع فريدريك كاسيل حطوا جيم ومشيو للتصويره اللي عملناها توا دونك تعملوا تصويره توا مع الشيف وماركيو العبد اللي تحبوه تهزوه معاكم فما 10 شقان فطر للربح دونك جربوا ما تكونوش باش تندموا دونك حبيت نقول ميرسي لفريدريك كاسيل نعملوا اون برون اون فوتو ماتنون وي سافا دي اون برون اون فوتو ماتنون باه لو طون اللي ناخذوا تصويره مع بعضنا اجا هكا حاليا دقيقه نتعداو تو سويت ليوسف ساحري بحري ونرجعوا نكملوا معنا بقيه ليميسيون يا دي الولاد وين الراج يا دي رحم والديكم يزيو بلاد فات ليك يا ود يا دي الراجل خليته لهنا رمضان عملوا ما فهميت شكون شكون شورب وين يا رحم والدي شنية؟ ربي رمضان جاي فرصة برشا عباد باش تولي تصلي وحاول هاك بعد رمضان زادة تقعد تصلي خاطر فمك اللي يصليو في رمضان وبدل حنعيط من الإيمان والتقوى يا سلام على التقوى يا طلع بدل القلم عاد قلتوا من الأول ربي يهدينا الكل هاي الولاد هاي ابدوا الزابين بالليل لح شيه ربي لح أي نهاركم مبروك الناس الكل نهارك زين بابا شكون أنت زيد؟ معاكم الشورب الحقيقي بالليل جعفر يزيد شي بلاد فادليك اعتبروه تهديد باهي جعفور يرحم والديك. والسلام عليكم. كلمك من بعد كلمك من بعد. هاي نبداو الولاد هاي. لقيتو شورب. شقال؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سحري بحري لو زابينغ. اليوم باش نبداو بالتلفزه اللي عندها الشجاعه الكافيه باش تبدا مسلسلتها من نهار الاول. التلفزه التونسيه راهي باهيه. باهيه وسكت والله صدقوني صدقوني قلت رمضان كامل باش نجبد عليهم جم. هي ويرجعوا لي هما واحد. بالليل نشوفوا الراجل هذا شنو يقال في الوطنيه اثنين نتعداو لقناه حنبال والسيت كوم تفريكه بصراحه من اجمل اعمال كوميديا ريتهم في حياتي فن ثمار فيانه والله باش تضحكوا على الاخر تفرج انا سي عليها تخت في مخي خليكم مع بقيه رمضان نتقابل معاكم غد الو جعفور بالليل ريت شي شور ما لقيتوش نجموا تلقاو موجود كل ليله في سبيسيال زابينغ تلفزه وللاشاره اخي المشاهد فانه شويه اخر جاي بحضنا الاخ نبيل كليب باش نستقبلوه في الميسيون تاعنا دونك كل نهار ثلاث عندنا موعد مع كليب ونذكركم اللي دار مازلت على ذمتكم تنجم تبعث حرف دي بالاس ام اس حالا اخر رمضان ان شاء الله تكون انت الفائز الفاتح عند خاوله مخبين تهنى عليهم خويا في الحفظ والامان دي بالاس ام اس على 85 811 راجعين نحكيو على طرح العملاق المعز بن شريفيه شويه اخر ذا تي بي مازن بي كواليس الطرح اللي محكي عليهم حتى حد شويه اخر نحكيو فيهم مع بعضنا وجو سبيسيال صبار عاد شكون باش تفرح خويا اليوم بعد الاشهار